الرد على الإخوان. الإخوان وردود الشيخ على الإخوان جيدة جدا، وكان ساعتها قوي. يعني تخيل بقى ساعتها أيام ما كنا نحسن الظن بعلي الحلبي واستضفناه هنا، كان الشيخ محمد ماسك محمد حسان عامل مع الوجه، عامل مع الوجه، وده اللي ضيع الدنيا، داعي الثورات وداعي الانتهاء، في حين انه ما كانش علي الحلبي بيقول الكلام ده بصراحه. اخد بالك ازاي؟ كان يقول على استحياء. على استحياء، وكان ينتزع منه انتزاعا، وكان يقول لنا كلام متسجل حتى الان لم يتم اذاعته على القناه او على كده، لان مجالس واسرار. كان يقول كلامه في الظاهر بعد ما حصل اللي حصل في مصر، يدعي على الرئيس السيسي. احنا ايه اللي بتعمله ده؟ انت موقفك ايه؟ الحلبي. لكن الشيخ محمد بفضل الله عز وجل ثبت. الحلبي ده انا كان قريت له كتاب والله، ومع سوداني اردني قريت له كتاب كامل تلاميذ الالباني، لكن تبين لي بالامس امبارح الشباب او امبارح الاخ مزمل جاب لي مقاطع صوره وصوت وكتاب للرجل، وجدت ان الرجل قد انحرف عن المنهج، وده عادي يقبل منك بعد ساعتين تلقاه تغير زمن بتاع فتن. نعم شوف، عرفت انه تغير وصار وكشف عن هويته، وعرفت انه ليس بسلفي، وانه من جماعه الاخوان المسلمين الذين يثنون على حسن البنا ويثنون على محمد حسان، بالاضافه الى اباطيل كثيره اخرى. انت فاهم كلامي؟ الرجل اللي هو الشيخ الحلبي حفظه الله، رجل من السنين يا عصبي يا شماش، رجل من علماء اهل السنه ومن كبار الثقات عندي، عرفت؟ الحلبي ده عالم كبير ثقه عندي انت، وعرفت انه ليس بسلفي، وانه من جماعه الاخوان المسلمين الذين يثنون على حسن البنا ويثنون على محمد حسان، بالاضافه الى اباطيل كثيره اخرى. انت فاهم كلامي؟ الرجل اللي هو الشيخ الحلبي حفظه الله، رجل من السنين يا عصبي يا شماش، رجل من علماء اهل السنه ومن كبار الثقات عندي، عرفت؟ الحلبي ده عالم كبير ثقه عندي انت. عن حذيفه رضي الله عنه قال: ان الضلاله كلها، وفي روايه حق الضلاله، ان تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله، فدين الله واحد. وفي الإبانة الكبرى عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون في الدين، وقال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وعن مالك قال: الداء العضال التنقل في الدين. وقال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة.